عسلامة يا جماعة، اليوم جبت لكم ثلاثة أنواع متاع بسيسة نودكم ولا نشهيكم ذوقوا واحدة تنسيوا الأخرى. يلا تبعوني وشوفوا طريقة التحضير. بالنسبة لبسيسة الفصدق نستحقوا 75 غرام بات بيستاش مع 80 مليلتر زيت نباتي، نخلطوهم نزيدوا عليهم 75 غرام سكر محور مغربل مع 100 غرام بسيسة قمح، نخلطوهم مليح لنتحصلوا على ميلونج أوموجين. في الأخر نزيدوا عليهم 40 غرام بيستاش كونكاسي، وهكا بسيسة الفصدق تكون حضرتها. وباش نتعداو للنوازي نستحقوا 75 غرام بات نوازي، 90 مليلتر زيت نباتي، نزيدوا عليهم 75 غرام سكر محور مغربل 120 غرام بسيسة قمح. كيف كيف نخلطوهم لين نتحصلوا على تكستور كيف ما هكا، نزيدوا عليهم 40 غرام نوازيت كونكاسي، وهكا بسيستنا كيف كيف تكون حضرت. توا باش نتعداو للشوكولا، ناخذوا 80 غرام شوكولاته بالحليب نذوبوها، نزيدوا عليها 80 مليلتر زيت نباتي، نخلطوهم نزيدوا عليهم 15 غرام كاكاو، 30 غرام سكر محور، 90 غرام بسيسة قمح. كيف كيف نخلطوا المكونات الكل في بعضهم، ومن بعد نزيدوا عليهم 40 غرام بيبيتو شوكولا. ان شاء الله لي روسيت يعجبكم، وصحه وبشفاء للي باش يجرب.